على الله تكوني مبسوطة هنيه. عايز نكذب ونقول اه؟ مفيش حد بيتغصب على حاجة ويبقى مبسوط. ومين قال لك ان هتجوزي غصب؟ انا هتجوزك برضاكي. الايام اللي هتقعديها هنيه كفيلة انها تعرفك منها وجبر النبراوي. يا عم انت اعظم واحد فيلكم، بس انا مش عايز. انت بتقولي كده عشان ما تعرفش منها وجبر النبراوي. وحتى لو عرفتك اني خلاص بعد زياد الباب ده سكرته بالضبه والمفتاح. ولما انت سكرتيه ليه حسام علام بيجري وراك بالمشوار؟ بيدور عليك ليه؟ عايز منك ايه؟ سيب مصالحه ومشاغله عشانك ليه؟ يعني مش جايز يعني يكون بيعمل كده عشان صاحب اخويا؟ خكي خكي ولا انت ها؟ ولا انا يعني لازم البس لك جرافطه والف حوالين رقبه خنيجي والزق على جفاه التو عشان اعجبك؟ يا عم الاوفر ده كله مش شرط على فكره، الراجل لا باللبس ولا بالشكل. احنا كده متفقين. انسى انسى يا عم الحاج، اني وانت لا يمكن نتفق ابدا يا عسلية. انت عايز مني حاجتين واني مش هنولهم، لا ورث ولا جواز. طب اسمعي يا بنت الناس، الاصول ما تزعلش، وكل مبرك من جرنان، ما عندناش حرم يتجوزوا من الاغراب، وبالبلد كده جحا اولى بلحم طوره. جحا مين يا عم الحاج؟ اسحب، مش عافيه هي. محدش قال عافيه، بس اللي عوايدنا. يعني لو كنت انت اللي مت كنت وافقت ان زياد يتجوز نسوانك التلاته؟ الله، امال يعني يعملهم لحالهم؟ وبعدين ايه اللي جاب سيرة زياد دلوقتي؟ سيرة زياد؟ هو مش اخوك ده اللي كنت عايز تقتلني عشانه؟ كنت عميان وطفشان، واللي بلغني وقال لي انك قتلتي وعامله روحك مرضانه، بس لما ربك ظهر الحج وعرفت القاتل وحصل زين حسيت ان قلبه واكلني وحسيت اني ظلمتك. وجاي دلوقتي بقى تعوض الظلم بظلم اكبر. لا، جاي اعوض اللي عمله فيك زياد. لا يا راجل. بصي يا بنت الناس، انت متعلمه وزينه وجميله، طب تلاته بالله العظيم انت لو انت مرتي لاحطك في باترينه واتفرج عليكي. باترينه؟ تشكر يا عم الحاج، بس برضك انسى، لا جواز ولا ورث هيتاخد مني. اذا كان اخوك عمر وافق وكان هيمضيك على عقد الارض يمضي لك هو على اللي عنده، لكن انا وربنا وربنا ما هتنازل عن جني واحد من ورثي. الظاهر ان الزوج ما مشيش معاكي. الظاهر. ده هي تكنيله في زورك.